طيب شيخنا، هل يجوز للجنب قراءة القرآن؟ نعم، يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. أما حديث إني لا أحل القرآن لجنب ولا لحائض فضعيف. وعائشة تقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لما حط افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. وتقول أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولكن الجواز وإن كان قائما إلا أن الكراهة موجودة حتى يبادر بالاغتسال. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. طيب إذا كان الشخص يريد يعني أجنب أو مثلا جاء مع زوجته يريد قراءة آية الكرسي، توضأ يريد أن ينام ويريد قراءة آية الكرسي قبل أن ينام، هل يجوز له؟ لا بأس بذلك،